شفتوا اسم الله غير شكل احبائي رهيبه. السلام عليكم. اليوم رح نعمل حلويات لذيذه جدا من مكونات كتير كتير بسيطه. رح نعملها ببيضه وحده من دون زيت ومن دون زبده نهائيا بطريقه بسيطه جدا. بدايه انا بحاجه لبيضه حلويات رمضانيه سريعه جدا احبائي، بدقائق معدوده بتخلص. عندي بيضه، رح نزل الفانيليا شوي صغير من الفانيليا، ورح باشر بخف الفانيليا مع البيضة كتير منيح متل ما شايفين. حلويات سهلة سريعة منا مكلفة ابدا، واهم شي انها لذيذة جدا 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 احبائي، بنخلطهم كتير منيح بهيدا الشكل. رح نزل هلا نصف كوب من السكر ورح اخلطهم كتير كتير منيح بقلب بعض لحتى المزيج عندي يصير تقريبا لونه ابيض هيك شوي صغير على بياض. مجرد ما انه نحط السكر مع البيض ونخفقه لحالهم بصيروا بيعطونا لون ابيض بعد الخفق المكرر بطريقة سريعة. هون مثل ما شايفين صاروا عم يعطوني رغوة بيضة على الجوانب. مجرد ما انه يصيروا بهيدي الطريقة رح ضيف عليهم بنفس الكوب اللي حطيت بقلبه نصف الكوب من السكر، رح حط كوب كامل من الحليب. بحال ما في عندكم الحليب السائل فيكن تحطوا بكل بساطة الحليب البودرة. لكل كوب من المي بنحط عليه ملعقتين ونصف من الحليب البودرة. رح نزل كوب الحليب كمان، رح اخلطهم كلهم بقلب بعض. هون نحنا منكون خلصنا من المواد السائلة، هلأ مباشرة رح ننتقل للمواد الجافة. مثل ما شفتوا مكوناتنا سهلة كتير، واهم شي ما فيها تكاليف، وما رح نستخدم زيت، ما رح نستخدم زبدة مثل ما شايفين، ومش رح نعملهم بالفرن ابدا، رح نعملهم بالمقلي. الطحين عندي كوب ونص من الطحين او الدقيق الابيض، وهيدا نص، وعندي هون نصف ملعقة من البيكنج باودر. كمان ضروري انهم يتنخلوا احبائي، كتير ضروري التنخيل. بيكنج باودر مع كوب ونصف من الدقيق الابيض او الطحين، وراح باشر بخلطهم احبائي بهيدا الشكل. ناخد شوي صغيرة من الخليط، عندي هون طبق تاني بدي اخد شوي صغيرة من هيدا الخليط اللي انا جهزته شوي صغيرة. هلأ بتشوفوا ليه هيدا الشكل. رح نحط هيدول على جنب، وهيدول رح نحط بقلبهم بودرة الكاكاو المر. هيدا الموضوع اختيار، اذا بتحبوا تضيفوا لون لحتى نعمل شكل كتير حلو على الحلو اللي بدنا نعمل، او فيكن تلغوها بالمرة مش ضروري تعملوه، بس نحنا لنضيف شكل وحركة حلو كتير بقلب الحلويات اللي بدنا نعملهم. عندي هون الملعقة كاكاو من بودرة الكاكاو المرة، نخلطهم كتير منيح. المقلاية وراح اعملها بهيدا الشكل كلياتها، طبعا الزيت كرمال ما تلزق معنا الحلويات يلي عم نعملها بهيدا الشكل بهيدي الطريقة. هلا شو رح اعمل؟ رح نزل مباشرة المزيج اللي انا جهزته. بسم الله. بهيدا الشكل رح دخله بحيالة كباية موجودة عندي بالبيت.
يعني هون عم نحاول مثل ما قلت لكم انه نشتغل بمواد موجودة عنا بالبيت من دون ولا تكلفة اضافية. رح نزل كل المكون اللي انا جهزته مع الكاكاو او مع بودرة الكاكاو المرة بهذا الشكل. عملت ثقب كتير صغير بقلب الكيس لأقدر طبعا نزل المزيج ومنبلش نعمله بهيدا الشكل. بسم الله منصير منمشي بهيدي الطريقة. بهيدا الشكل احبائي رح زبط بس هيدي الميلة. هون بنرجع منزبطها شوي بهيدا الشكل. ملعقة مثل ما شايفين وبصير بضهرها لبرا بهيدا الشكل. شفتوا كيف بهيدي الطريقة. طريقتها كتير بسيطة احبائي، سهلة مثل ما شايفين، ما بتاخد وقت، واهم شي منا مكلفة ابدا ابدا. كمان هون وهون كمان بهيدا الشكل. هلأ شو بدي اعمل؟ عملناهن من جوا لبرا، هلأ من برا لجوا بالعكس، منصير مناخد من هون لجوا. شفتوا كيف بهيدي الطريقة؟ كمان من هون لجوا، كمان تعطينا شكل كتير كتير حلو ومميز جدا جدا للحلويات اللي بدنا نعملها احبائي. واكيد انتو بتتحكموا بهيدي الكمية الخطوط. حطينا الحلويات على النار وهلأ بدي خففها لأدنى درجة لحتى طبعا تنعمل على مهل المهل، بس مفروض اني غطيها لحتى طبعا تتنبت شوي شوي وتستوي. ضروري انه نغطيها احبائي مثل ما شايفين انا غطيتها، وهلأ رح اتركها لحتى هيك تبلش تستوي شوي شوي، واهم شي اني خفف النار عليها. هلا رح انطر 5 دقايق وبرجع بفرجيكم شو صار معي. هون احبائي مثل ما شايفين الحلويات اللي انا جهزتها نشفت هون تقريبا بعد تقريبا شي 5 دقايق لـ6 دقايق. هلا بدي اقلبها على الميلة التانية. بسم الله شفتوا كلها جمدت. بقلبها بهيدا الشكل وكمان بتركها تقريبا شي دقيقتين لحتى هيك تعطيني لون كتير حلو. شفتوا اسم الله غير شكل احبائي، رهيبة رائعين احبائي. عملناها بالمقلاية. انا هلأ بدي ودعكم الى اللقاء.